أصدرت محكمة بالجزائر بيانا يوم السبت قالت فيه إن الحكومة الجزائرية اعتقلت أحد الأفراد المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي وأنه يتمتع بجنسية مزدوجة، وهناك دليل على أن هذا الشخص كان على اتصال بالعقل المدبر لسلسلة الهجمات الإرهابية التي وقعت في باريس في نوفمبر الماضي. قال البيان إن اسم المشتبه به زهير مهداوي البالغ من العمر 29 عاما، وكان يعيش في بروكسل في بلجيكا ويحمل الجنسية البلجيكية والجزائرية، وتم اعتقاله بسبب مشاركته في الأنشطة الإرهابية. ويوجد دليل على أن مهداوي متصل بأبي عود العقل المدبر لهجوم باريس الإرهابي في العام الماضي. والجدير بالذكر أن في ليلة يوم 13 من نوفمبر الماضي وقع العديد من الهجمات الإرهابية في باريس، مما أسفر عن مقتل 130 شخصا على الأقل. واكتشفت السلطات الأمنية البلجيكية في وقت لاحق أن أبا عود البالغ من العمر 27 عاما والذي كان يعيش في بروكسل هو العقل المدبر لهجوم باريس الإرهابي، وقتل أبا عود يوم 18 من نوفمبر الماضي خلال عمليات الشرطة الفرنسية لمكافحة الإرهاب.